نروح للجانب الثاني وهو جانب مشرق، جانب ايجابي، عمل رد فعل ايجابي جدا على السوشيال ميديا، وده ان دل على شيء بيدل ان النادي الاهلي قيمته ومكانته العربيه والافريقيه والدوليه كبيره جدا. لما ناصر الخليفي رئيس رابطه الانديه الاوروبيه يرسل برقيه تهنئه للنادي الاهلي مهنئا مجلس اداره النادي الاهلي بالتاهل الى مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه صيف 2025، ده ان دل على شيء بيدل مكانه الاهلي الكبيره في الاوساط الاوروبيه وفي الاوساط القرويه. مع هذه التهنئه الكابتن محمود الخطيب تلقى دعوه من ناصر الخليفي رئيس رابطه الانديه الاوروبيه لحضور فعاليات الجمعيه العموميه 31 للرابطه، واللي هيكون معادة في الفتره من 8 الى 10 اكتوبر، من 8 اكتوبر ل 10 اكتوبر في اليونان. اجتماع رابطه الانديه الاوروبيه المقبل هيكون في اثينا باليونان. طبعا الاجتماع الاخير ليهم حاليا في الايام دي كان في المانيا على هامش بطوله اليورو، ولكن الاجتماع المقبل هيكون بعد 3 شهور في اليونان باذن الله. وطبعا شايفين بقى في الدعوه اللي قدامكم على الشاشه واللي نشرتها بالامس الصفحه الرسميه للنادي الاهلي: عزيزي كابتن محمود الخطيب، اردت ان اتقدم بتهانينا القلبيه للنادي الاهلي على انجازكم الرائع بالتاهل لكاس العالم للانديه. هذا الانجاز المتميز هو شهاده على العمل الجاد والتفاني لجميع العاملين بالنادي الاهلي. وكلم بقى على حضور اجتماع رابطه الانديه الاوروبيه اللي هيكون في شهر اكتوبر اللي جاي. فده شيء ايجابي جدا، عمل يعني رد فعل ايجابي امبارح على السوشيال ميديا ما بين كل الجماهير.